بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 22 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يسأل فضيلة الشيخ، يقول عن من آخذ بالفتوى في المسائل الفقهية مع اختلاف العلماء في الإجابة على المسائل، وكيف نرجح في ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إذا أشكل عليك شيء فاسأل من تثق بعلمه ودينه وخذ بجوابه، ولا تسأل غيره لئلا يختلفوا عليك فيحصل التشويش كما ذكرت. اسأل من تثق بعلمه ودينه، خصوصا من عرفوا بالفتوى وأسندت إليهم الفتوى، اسأل أحدهم، وإذا أفتاك فاقتصر على فتواه، لست مكلفا بالترجيح والخلاف. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول، بالنسبة للمسلم كيف يصلح من قلبه؟ الأعمال الصالحة. المصلح هو الله، هو اللي يصلح قلبه، ولكن يجتهد في الأعمال الصالحة والدعاء، والله جل وعلا قريب ومجيب. نعم. الأخت تقول، سماع القرآن للمرأة وهي تطبخ في المطبخ وتعمل، هل تؤجر عليه إذا كانت أمية؟ وأيهما أفضل، السماع أم القراءة؟ القراءة أفضل، والسماع يأتي بعد القراءة الفضل. قال الله جل وعلا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن استمع إلى القراءة محتسبا الأجر حصلت له الرحمة، لعلكم ترحمون، حسب النية. أما من يتسمع القرآن للتلذذ بالصوت فقط فهذا ليس له أجر، إنما إذا استمع للقرآن يريد الاهتداء به والعمل به وتدبر القرآن والتأثر به، هذا هو الذي يحصل على الفائدة. نعم. هذا السائل حاد الميم يقول، أعطاني والدي في زمن من الأزمان السابقة مبلغ وقدره 100 ريال ليعطيها لوالدته، فلم أعطيها هذا المبلغ ومرت سنين، فكلما ذكرت ندمت، ثم أعطيتها نفس المبلغ، فهل علي شيء في التأخير؟ أخطأت في التأخير، لأن هذه أمانة حملت إياها لتوصلها إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأنت أخطأت في التأخير، وأشد من ذلك أنك استنفقتها أيضا لك، ولكن ما دمت خرجتها وإن أمكن تطلب منها المسامحة عن التأخير فهو أحسن. نعم. يقول، نحن نعمل في مكان يبعد عن بيوتنا 320 كيلومتر، ونمكث في سكن الشركة في محل العمل 4 أو 5 أيام، هل يجوز لنا القصر والجمع؟ كم المسافة؟ 320. يمكثون كم يوم؟ 5 أيام أو 4 أيام. 5 أيام لا، إذا عرفوا أنهم سيقومون أكثر من 4 أيام يلزمهم إتمام الصلاة، أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، أو لا يدرون متى يغادرون، فإنهم يقصرون الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل إبراهيم يقول، هل يجوز لي أن أصلي بفرضين بهذا الوضوء؟ نعم، ما دام لم ينتقض الوضوء فصل به عدة صلوات، لا مانع من ذلك حتى ينتقض. نعم. هذا سائل يقول، أنا يا فضيلة الشيخ، عندي زوجتي مريضة منذ 12 سنة من مس وعين وسحر وأيضا دوخة في الرأس،
وعند قليل من الأوقات لا تصلي بسبب ما يعتريها من هذه الأمراض، فبماذا تنصحونها؟ إذا عافاها الله وذهب عنها المرض تقضي ما تركته، تحافظ على الصلاة وتقضي ما فاتها ويعفو الله عنا وعنها. نعم. يقول السائل: الشيخ، ما حكم عملي في مكتب دراسات؟ هذا المكتب يقدم بعض التوجيهات إلى جهات تقرض قروض ربوية. لا يجوز هذا، التعاون على الإثم والعدوان. إذا علمت أنهم يقدمون مشورات للمرابين وأنت تخدمهم وتكتب فأنت شريك لهم. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الكاتب والشاهدين ولعن الدافع للربا الموكل كلهم، لأنهم تعاونوا مع المرابي. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بأنني حججت في عام مضى وكنت لا أفهم معنى قضاء نصف الليل في منى، وكنت أسكن العزيزية فقد كنت مريض، فكنت أذهب من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتم بعد ذلك الانصراف مع العلم بأنني حججت مرة ثانية في عام قادم، فما هو الحال في هذا والحال ما ذكر؟ إذا جئت إلى منى من أول الليل فلا بد أن تبقى على الأقل إلى نصف الليل، وإذا جئت إلى منى في آخر الليل فلا بد أن تبقى إلى أن تصلي الفجر. وإذا كان لك عذر لم تتمكن معه من المبيت في منى فإنه يسقط عنك لسبب العذر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف رجل مع زوجته يدخل بينهما الشك بين الفترة والأخرى وهم في ضيق فيما بينهم، فالزوج عنده شيء من الشك، فما هو الحل في هذه القضية؟ الحل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يكون عنده شك في زوجته، وكذلك هي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوس الشيطان ولا تعمل بالشك، يحسن كل منهما الظن بصاحبه. نعم. هذا سائل أرسل بهذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي عن الذكر، وهو أنني أقول الله أكبر 1000 مرة وأحمد الله 1000 مرة وأسبح 1000 مرة وهكذا حتى أنتهي، حيث أنني أرتاح لهذا الذكر، فهل يدخل هذا في باب التكلف والمخالفة؟ الذكر والاستغفار على نوعين: الدعاء والاستغفار والذكر المحدد الذي جاء بتحديده نص يعمل بالنص ويعمل بالحد، مثل التهليلات 10 بعد الفجر وبعد المغرب، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، كل كلمة 33، وختام أو تمام 100 لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن جاء بأربع الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فإن يكون من كل كلمة 25، المجموع 100. فالذي ورد بتحديد عدده نص يعمل به، وأما إذا لم يرد نص بالتحديد فإن الإنسان يذكر الله ما تيسر له قليلا أو كثير، وكل ما أكثر فهو أفضل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لكن ما يحدد إلا بدليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الزوج المطلق الزوجة وهي حامل وفقرته الثانية، هل يجوز للزوج أن يصلي وامرأته معه في نفس الصف؟ نعم، يجوز للزوج أن يطلق امرأته وهي حامل ولا حرج في ذلك، وهذا طلاق سني، إنما الممنوع أن يطلقها وهي حائض أو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها، فهذا بدعي في الوقت. وأما إذا كانت حاملا فقد زال المحذور، يطلقها الحمد لله. السؤال الثاني: أن يصلي معها في صف واحد، يجوز هذا ويجوز أن تكون خلفه، لا مانع ما دامت زوجته، لا مانع أنها تقف معه أو تقف خلفه. نعم. هذا السائل يقول: رجل سافر الثانية ظهرا ودخل المدينة مع صلاة المغرب وأدى الصلاة ثم صلى صلاة العصر قصر ركعتين،
هل فعله صحيح؟ لماذا أخر صلاة العصر إلى ما بعد المغرب؟ لا يجوز له هذا، واجبا أنه صلى العصر في وقتها، صلى العصر في وقتها قبل أن تصفر الشمس، لكن ما دام أنه أخرها جاهلا وصلاها بعد المغرب يكون هذا من باب القضاء ويعذر بجهله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، أنا عند قراءة القرآن وعند مروري بسجدات، هل يجوز لي أن أسجد لغير القبلة أو في غير القبلة؟ هذا على الخلاف في سجود التلاوة، هل هو صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، أو أنه عبادة مستقلة يسجد إذا مر بآية السجدة ولو لم يكن متطهرا، إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، أو يسجد على إلى جهته التي هو متجه إليها. الأمر واسع في هذا والحمد لله، وكونه يستقبل القبلة لا شك أنه أفضل، لأن العبادات إذا أديت إلى القبلة هو أفضل. من جدة السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لي تأخير صلاة الصبح في السفر وأصليها مع الظهر؟ لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع، إذا كانت تجمع إلى ما بعدها، مثل الظهر مع العصر، مثل المغرب مع العشاء، وأما الفجر مع الظهر هذا حرام ولا يجوز، إذا تعمد هذا لا تصح منه صلاة الفجر. نعم. الأخت السائلة تقول: الشيخ، إذا اغتسلت المرأة من حيضها فكم فرض يجب عليها أن تقضيه؟ متى اغتسلت؟ إذا اغتسلت بعد الظهر مثلا. إذا اغتسلت بعد الظهر تصلي الظهر، لأنه ما دخل وقت العصر، صلي الظهر. نعم. تقول: هل يجب الاغتسال من الاحتلام حتى للمرأة؟ نعم، يجب على المحتلم إذا وجد الماء، يجب عليه أن يغتسل، سواء كان رجلا أو امرأة. قد سألت أحد الصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا احتلمت المرأة يجب عليها الاغتسال؟ قال: نعم، إذا وجدت الماء الاحتلام يجب عليها الاغتسال مثل الرجل. نعم. هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: بينوا لنا فضيلة الشيخ مذاهب العلماء في صفة المضمضة والاستنشاق والراجح. العلماء لم يختلفوا في المضمضة، في كيفية المضمضة والاستنشاق. تمضمض 3 مرات، يستنشق 3 مرات، سواء قرن بينها بغرفة واحدة أو بعدة غرفات. مثلا يأخذ الماء ثم يتمضمض منه ويستنشق، ثم يأخذ مرة ثانية ويتمضمض منه ويستنشق، ثم يأخذ ثالثة ويتمضمض منه ويستنشق، 3 مرات ب3 غرفات، 3 استنشاقات و3 مضمضات ب3 غرفات، يقسم كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. وإن أفرد كل مضمضة بغرفة وكل استنشاقة بغرفة مستقلة فلا بأس، يعني 3 للمضمضة و3 للاستنشاق، لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الشيخ صالح، ما رأيكم في إذا ما تعلق إنسان بشيء من المباحات وكان أكثر أوقاته شغلا بهذا المباح، أيترك هذا المباح بالكلية أم يجتهد في الاعتدال فيه؟ الاعتدال مطلوب في المباحات، مطلوب، وعدم الإسراف منهي عن الإسراف لكل شيء، كونه يعتدل في المباح أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: عندي هواجس فيما يتعلق في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما أراه في حق المسلم بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن من يقوم بهذا الأمر بالمعروف، وهل أنا معني بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلا بد من إنكار المنكر، ولكنه درجات بحسب استطاعة الإنسان. نعم. يسأل عن الصدقة وحكم إعطاء المال لمن نعلم أنه يستخدمه في حلال أو حرام. إذا لم تعلم فإنك تعطيه وهو مستحق، إذا لم تعلم وهو مستحق فأعطه منها، إلا إذا علمت أنه يستعين بها على المحرم فلا تعطيه. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: الشيخ، زوجي يدخن بشراحة ويشتري الدخان بكميات كبيرة ويسرف على البكتات كثير، فأقوم بأخذ 2 علبة أو أكثر وأخفيها دون أن يشعر، على أمل أن أساعده في ذلك عن الإقلاع
عن هذا الخبيث، فكيف يكون موقفي من هذا مأجورين؟ هذا لا يكفين أنك تخفين بعض الكراتين عنه، لأنه يذهب ويشتري ما دام أنه مبتلى بكثرة شرب الدخان، فإذا احتاج يذهب ويشتري. ولكن الحل هو أن تناصحيه وأن تبيني له هذا الضرر الذي في الدخان، لعله أن يتركه ويبتعد عنه، أو أن توصي من أقاربه أو من أصدقائه من ينصحه، اجتهدي في نصيحته مباشرة أو بواسطة من ينصحه، ولا تعينيه على شرب الدخان، لا تحضري له الدخان إذا طلب أن تحضريه، قولي لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هذا عبد الرحيم الدحيم يقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أنا أحب طلب العلم وأرجو أن ييسره الله لي من العلماء الموثوقين، ولي الحقيقة سؤال حول الخروج من الخلاف القوي في المسائل الفقهية، هل هو واجب أو مستحب؟ وهل من العلماء من قال بوجوب الخروج من الخلاف؟ يا أخي، أنت الآن تسأل عن طلب أنك تبي تطلب العلم، طلب العلم ما له دخل في الخلاف، أطلب العلم أولا، فإذا تعلمت عرفت كيف تخرج من الخلاف. نعم. يقول: بالنسبة لي السلام على المصلي ما حكمه وكيف يكون الرد عليه؟ لا بأس بالسلام على المصلي، والمصلي يرد بالإشارة كما يشير بيده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا سلموا عليه في الصلاة. نعم. يقول هذا السائل: أنا أعيش في الغربة بعيدا عن جميع أقاربي، فلا أستطيع أن أصلهم إلا بالهاتف، فهل آثم بذلك؟ لا تآثم، إذا كنت ما تستطيع الصلة لهم والقدوم عليهم، على الأقل تكلمهم في الهاتف لتطمئن عليهم ولتطمئنهم على صحتك. نعم. يقول: ما العلة الصحيحة في قتل الوزغ، وما هي الذي تقتل مشابهة به؟ أنت مأمور بقتله، فقتله مستحب، وأما البحث عن العلة هذا لا يعنيك، أنت نفذ الأمر إذا تمكنت من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول في سؤال له: هل توجد أفضلية للجماعة في المسجد إذا كان هناك مسجد فيه 50 والآخر فيه 200 شخص والمسجدان قريبان من بيتي، أيهما أصلي فيه؟ صل في الأكثر جماعة، إلا إذا كان ذهابك عن المسجد القريب يؤثر، أو يفقدك أهل المسجد، أو يسيئون بك الظن، أو يسيئون الظن بالإمام، يقولون ما ترك الصلاة في هذا المسجد إلا لأنه رأى على الإمام شيئا، فالأمر واسع في هذا، ولكن تدرى المحذور، فإذا لم يكن هناك محذور فالمسجد الأكثر جماعة أفضل. نعم. هذا يقول يا شيخ صالح: أنا أتاجر وأبيع وأشتري عن طريق الإنترنت في التحويل. ما أدري، هذا لابد البيع يكون بإيجاب وقبول، سواء مباشرة أو بالكتابة أو بوسيلة الاتصال، إذا كنت تعرف صاحبك وتتحقق منه وهو مثلك أيضا يعرفك ويتحقق منك، فإذا تم التأكد من بعضكما للآخر فلا بأس من التبايع بالوسيلة التي تربط بينكما. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم.